قط. نعم. سائل يسأل يقول: إذا قام إنسان بأداء العمرة ثم نزل ضيفا عند قريب له في جدة وأراد أن يؤدي عمرة أخرى من جدة، أم عليه أن يحرم من ميقاته الذي أحرم منه أولا؟ لا، هو تكرار العمرة ليس من السنة، وإن كان ولابد فلابد أن يأتي الميقات، وهو إذا قيل له إيت الميقات بيقول أدينا العمرة انتهينا، لكن الشيء الرخيص بالحو أواق. نعم، الجدة يعتمرون من جدة ولكن لا يكثرون منها ويجعلون راهين جايين، وإنما كلما عن في بال أحدهم أن يتزكى ويطهر نفسه فيعتمر حيث كان هو من مكانه في جدة. نعم.